هلأ رح نروح لمساحتنا الطبية لليوم، وتحديدا إلى أمراض المرارة والتهابات المتعددة والكثيرة وكثيرة الانتشار بهالوقت بين الناس. أكيد سالي، بيرجع هالأمر لأسباب متعددة ومختلفة. لنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نستقبل بصباحنا غير لليوم أخصائي الجراحة العامة الدكتور أيمن الحمصي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور أيمن. بداية خلينا نحكي عن المرارة ومشاكلها، وعم نشوف هلأ كثير من الناس عم يعانوا من هيدا القصة، نحكي شوي عنها. المرارة هي عبارة عن حويصل كمثلي الشكل، يقع أعلى وأيمن البطن، ملتصق مع أسفل الكبد، وظيفته تخزين وتركيز المادة الصفراوية المطروحة من الكبد، ومن ثم إعادة تحويلها إلى الأمعاء عند الحاجة إلى هضم المواد الدهنية. في عوامل كثيرة تسبب التهاب المرارة، السمنة، طبيعة الطعام، كل هي عوامل تؤدي لحدوث التهابات وتشكل حصيات داخل المرارة. نعم دكتور أيمن، خلينا نحكي يمكن مثل ما قلت في أسباب كثير بتؤدي لخلل بوظيفة المرارة. وكثير بنسمع أوقات حتى الناس بالعامية بيقولوا أنه بعض المشاكل أوقات بتأثر، المشاكل النفسية بتأثر، هل هذا الشيء صحيح أم هو خطأ شائع؟ لا، هذا المشاكل النفسية تؤثر على الجهاز الهضمي من المعدة للكولونات، فالألم اللي بيصير بالمعدة والكولون ممكن يأثر؟ يشابه الألم تبع المرارة، ولذلك بفكروا أنه الأمور النفسية والعصبية. نحن هلأ عم نمر بظروف طبعاً صعبة، فطبيعة غذائنا وتعصيبنا ونفسياتنا هي كلها عوامل بتتداخل مع بعض وبتسبب لنا الآلام هي. تمام، يعني دكتور المرارة في حال مثلا صابه شيء عند الشخص، في اكلات معينه بتاثر على المراره؟ يعني في مثلا بيقولوا انه الدسم، في حال صار في التهاب انه لا تاكلوا دسم، في حال صار في عمليه جراحيه وتم استئصال المراره يتبع المريض حميه غذائيه يعني مدى الحياه، هذا الحديث مزبوط؟ لا، هذا الحديث مو صحيح. عدو المراره هي المواد الدهنيه. المرارة تتقلص عند دخول المواد الدهنية والدسم للإثنى عشرية. هرمون معين بيعطي أوامر للمرارة بإفراز المواد الصفراوية المخزنة فيها. نعم. أي مادة طبعاً بوجود الالتهابات والحصيات المرارة بتحاول تتقلص، فتقلص المرارة بيصير الحصوة بتنزل على القناة المرارية أو بتحاول تسد القناة المرارية، فتقلص المرارة يسبب الألم. بعد استئصال البرارة بإمكان الإنسان بعد أسبوع لأسبوعين يرجع لحياته الطبيعية ويأكل مواد دسمة، لأن القناة الجامعة اللي بتضل موجودة بتأخذ دور حتى المرارة. لو تم استئصاله، ولو الإنسان بيقدر يعيش حياة طبيعية بعد استئصال المرارة وما بيأثر عليه أي شيء. طيب دكتور خلينا نحكي شوي، يمكن في أعراض كتير بتصادف وممكن من خلال الإنسان يعرف أنه هو مصاب بالتهاب المرارة، شو هي هاي الأعراض وكيف نقدر نعرفها؟ هل عادة أحيانا نحن بنشوف أنه المرارة فيها حصيات بالصدفة، عم نسوي فحوص معينة لجهاز آخر نتفاجأ أنه في حصيات بالمرارة، هي نحن بنسميها المرارة الصامتة، يعني انه الحصيات قاعدة عاقلة ما عم تسوي ما عم تزعج المريض. لكن إذا صار التهابات بالمرارة، أول ما بيجي المريض بقصة ألم أعلى البطن، أعلى وأيمن البطن، منتشر نحو الكتف الأيمن أو حتى الظهر، بتترافق بارتفاع حرارة مع عروقات، بتترافق بغثيان وأقياء وحالة عامة سيئة، حتى بيصير عنده نفور من الطعام. هي الأعراض الأساسية اللي بيجينا فيها المريض بحالة التهاب المرارة. تمام دكتور، في حال صابر المريض شيء التهاب بالمرارة، في حلول تانية مثلا ممكن تنطرح انه لما نتجه لعملية جراحية ونستأصلها؟ يعني في أدوية ممكن انه تغني عن استئصال المرارة؟ نحن في عنا نوعين من التهابات المرارة، التهابات المرارة غير المحصات والتهابات المرارة المحصات. التهابات المرارة غير المحصات ممكن اللجوء للمعالجة الدوائية، لكن المريض يتبع حمية غذائية معينة
الابتعاد عن تناول الدسوم، الإقلال من تناول اللحومات المصنعة، المياه الغازية، أكله بده يكون عبارة عن خضار، يعني الإكثار من الألياف، خضار وفواكه، والإكثار من تناول السوائل. نعم. يعني تغيير النمط الغذائي بحياته. أما بالتهابات المرارة المحصات فعادة عندنا حلين، إما أنه نلجأ للعمل الجراحي الفوري أو منعالج المريض فترة زمنية معينة، لكن العمل الجراحي بده يتأخر 4 أسابيع. في مدارس بتقول أنه أفضل شيء هو طول ما المرارة المحصات التهبت فالعلاج الجراحي هو الأسلم، وخلال 24 ساعة من المفروض يتم العمل الجراحي. نعم دكتور، ايضا صرنا عم نشهد حاليا عمليات تفتيت الحصى اللي حوالين المراره اللي بتصير بالتنظير، مدى خلينا نقول هي ما العمليات؟ ما في شيء اسمه عمليات تفتيت حصيات، حصيات المرارة اللي بتكون الى جانب المراره، استئصال المراره بالجراحه التنظيريه، هل هي ناجحه؟ مدى نجاحها الحمد حاليا؟ الحمد لله نحن عندنا اطباء كفؤ بسوريا بيقوموا بهالعمليات بكل جداره وكفاءه، وعمليات ناجحة بنسبة بين 97 إلى 99%. هل هي أفضل من العمل الجراحي اللي كنا سابقا نشهده؟ أنا بتذكر أستاذي قال لي يوم الأيام، قال لي لا تحرم المريض من نعمة الجراحة التنظيرية. الجراحة التقليدية كانت بشق جراحي كتير كبير، صحيح، له اختلاطاته من التهاب، ممكن اختلاطات بعيدة يصير فتوق. الجراحة التنظيرية هو عبارة عن 3 ثقوب أو 4 ثقوب صغيرة ما بين 5 إلى 10 ملم، مدة العملية بسيطة بين 3/4 ساعة والساعة، بإمكان المريض يخرج بعد العمل الجراحي بـ6 إلى 12 ساعة، على الأكثر 24 ساعة بيرجع لبيته، ممكن يمارس حياته الطبيعية خلال 3 أيام، وممكن يرجع لطعامه الطبيعي خلال أسبوع لـ10 أيام. فعلا الجراحة التنظيرية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والمريض بيرجع، وعلى فكرة اختلاطاته أقل بكتير من الجراحة التقليدية. تمام، يعني كمان بيرجع لبنية الجسم، كون إذا جسم شوي قوي بيتحمل أو لا بيرجع لحياته الطبيعية بشكل أسرع، صحيح؟ الجراحة التنظيرية برجع بقول لك انه نعمة بالنسبة للمريض، بتخفف آلام كثيرة، عودته لحياته الطبيعية خلال فترة قصيرة. بالجراحة التقليدية كان حتى يقدر يمارس حياته الطبيعية بده بين 3 إلى 4 أسابيع، بين هون على الأكثر خلال أسبوع بيرجع لحياته الطبيعية وبدون أي اختلاط. تمام، يعني دائما سلمى تطور العلم، حتى دكتور تطور العلمي كثير أنقذ شغلات، يعني أنقذ حتى من الآلام، يعني حتى عبر التخدير، عبر الجراحة التنظيرية من الثقوب. خلينا نحكي عن الوقاية من المرارة، في شغلات ممكن أنه نعملها لمنصبنا مرارة أو ما نؤدي لأي عمل، لا جراحي ولا تنظيري؟ أولاً تخفيف الوزن. 2، الابتعاد عن تناول المواد الدهنية بشكل كتير كبير. 3، ممارسة الرياضة والمشي. 4، الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة، المواد الغازية. 5، في دراسات هلأ بتقول أنه من يتناول فيتامين سي مع القهوة بخفف كثير من تشكل الحصيات بالمرارة، فمنشجع الناس على تناول الخضار اللي فيها فيتامين سي وشرب القهوة لا بأس فيه. 6، بيقولوا القلب السليم يقلل من حدوث الهر. 7، الابتعاد عند النساء خاصة عن تناول حبوب منع الحمل الحاوي على كمية أستروجين كتير كبيرة، هي كمان بتلعب دور بتشكل حصيات المرارة. يعني نصائح متعددة. دكتور أيمن، خلينا نحكي عن بعض يمكن الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي أو المعوي، واللي هي ممكن تأثيراتها أو أعراضها تأثر على المرارة أو ممكن تؤدي لالتهابات بالمرارة. شوفي، تليف الكبد أحد الأسباب الشائعة لل 2، أمراض السكر. 3، زيادة الوزن. 4، الحمول العديدة عند النساء. 5، تناول الحبوب من الحمل بكثرة، وخاصة اللي فيها نسبة أستروجين كتير كبيرة. هي كلها عوامل، بالإضافة إلى
في حالات لقيناها إنها كمان تخفيف الوزن السريع. طيب السن أو العمر بيأثر؟ يعني هلأ صرنا عم نشهد عمليات لشباب، يعني عم نشوف صبايا وشباب بعمر مبكر عم يخضعوا لعمليات المرارة، وأوقات ما عم نعرف شو السبب، إنه ليش بيقولوا شاب صغير ليش صار معه هيك. يعني الأطعمة الجاهزة هي سبب أساسي عند الشباب. هلا حاليا عم نلاحظ انه في شباب بال15 وال14 سنه في عندهم المرارات بحصات وبيخضعوا للعمل الجراحي. عاده نحن بنقول انه النساء اكثر اصابه من الرجال بثلاث اضعاف. طبعا الاسباب عديده تتعلق ببنيه المراه، لكن هلا تغير نمط الحياه، تغير نمط التغذيه اللي عم ناكلها عم تسبب هالامور هي. برجع بقول لك انه للوقايه تغيير نمط الغذائي، تغيير نمط الحياه، الاكتيفيتي الفعاليه، النشاط، المشي، تخفيف الوزن بشكل خفيف، الابتعاد عن تناول الدهون والمواد الدسمه، والاكثار من تناول السوائل والفيتامين سي وشرب القهوه. نعم، بدنا كثير نتشكر المعلومات اللي اضفتها لنا دكتور، وان شاء الله تكون حققت افاده لمشاهدينا. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. شكرا دكتور.